قف مع الذكر المبجل واستمع بالحق آية من غدير الخير منهج فيه تسمو كل غاية. جاء بالذكر المنزل صدق تفسير الرواية بمعانيها تأمل في تفاصيل الحكاية كيف تنساها وتغفل يوم أن ترجو العناية. أيها الغادي تمهل قبل أن تدنو النهاية. واستمع بالحق آية من غدير الخير منهج فيه تسمو كل غاية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وقفتنا اليوم مع دعوة صادقة وتوجيه نافع من سيدنا نوح عليه السلام إلى قومه بعد أن كذبوه وكفروا بما جاء به وأصروا على العصيان والاستكبار، فقد دعاهم إلى التوبة والاستغفار ووعدهم على ذلك نزول الخيرات وحلول البركات. حكى الله تعالى ذلك في قوله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إن نوحا عليه الصلاة والسلام في هذا التوجيه الهادف قد رغب قومه في ترك الذنوب والاستغفار منها، وأرشدهم إلى أن الله تعالى كثير المغفرة لمن أقلع عن الذنب وتاب إليه واستغفره، فهو غفار الذنوب يغفر لعباده ويرحمهم ويصفح عنهم مهما بلغت خطاياهم. يقول الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال فيما أخبر عنه نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو الغفور، فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان لأتاه بالغفران ملء قرابها، سبحانه هو واسع الغفران. والاستغفار أساس كل خير وسبب مباشر في كثرة النعم وحصول البركات ومحو الذنوب والسيئات. جاء رجل إلى الحسن يشكو الجدب والقحط، فقال له: استغفر الله. ثم جاء آخر يشكو الفقر والحاجة، فقال: استغفر الله. ثم جاءه ثالث يشكو قلة الولد، فقال: استغفر الله. فتعجبوا من إجابته، سألوه عن ذلك، إذ الأحوال مختلفة ومتعددة والإجابة عليها واحدة. قال: ما قلت شيئا من عندي، إن الله تعالى يقول في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيها الأحباب الكرام، لقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، فقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فكان صلى الله عليه وسلم لا ينقطع عنه ليلا ولا نهار، وكان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فمن أراد كثرة الرزق فعليه بالاستغفار، ومن أراد حصول البركات ورفع الدرجات فعليه بالاستغفار، ومن أراد كثرة النسل فعليه بالاستغفار، ومن أراد الأجر العظيم والثواب الجزيل فعليه بالاستغفار، ومن أراد الفوز بالجنة والنجاة من النار فعليه بالاستغفار،
ومن أراد أن يجمع خير الدنيا والآخرة فعليه بالاستغفار. المسلم العاقل يجب عليه أن يعلم أن الاستغفار المطلوب الذي يحصل به ذلك كله ليس فقط التلفظ بمجرد اللسان، إنما ما كان صادرا عن قلب سليم صادق في توبته، نادم على خطيئته، عازم على ألا يعود إلى معصية الله أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قف مع الذكر المبجل واستمع بالحق آية من غدير الخير منهج فيه تسمو كل غاية، جاء بالذكر المنزل صدق تفسير الرواية، في معانيها تأمل في تفاصيل الحكاية، كيف تنساها وتغفل يوم أن ترجو العناية. أيها الغادي تمهل قبل أن تدنو النهاية، مع الذكر المبجل واستمع بالحق آية من غدير الخير منهج فيه تسمو كل غاية.